معانا احمد من اسكندريه. مساء الخير يا احمد. احمد معانا؟ يا فندم ممكن طيب اكلم فضيله الشيخ؟ جه رجع لنا تاني يا احمد. احمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضل انت على الهوا. حضرتك انا حلمت بالنبي عليه الصلاه والسلام 11 مره. الصوت فيه مشكله تقريبا. سامعاني كده يا فندم؟ حلمت بالنبي 11 مره؟ 11 مرة. تمام. أول مرة حلمت بيه كان في رمضان في ليلة 27. جالي في المنام وقال لي أنت ستقود الأمة يا أحمد. وكان أنت إيه؟ أنت ستقود الأمة يا أحمد. أنت ستقود. وإيه وبعد كده إيه؟ وكان معانا نبي. شغال إيه يا أحمد؟ أنت شغال إيه يا أحمد؟ حضرتك مع ظروف البلد وبتاع أنا اشتغلت عدة شغلانات مختلفة يعني. شغال في إيه؟ يعني شغال شغلانات مختلفة. تمام كمل اتفضل. بحضرتك انا حلمت بيه 10 مرات تانية غير كده في تفاصيل كتيره جدا في الحلم. بس اخر حلم انا حلمت بيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتنقل جثمانه من الضريح بتاعه في المسجد النبوي اللي هم نقلوه ودوه مكان تاني، وكان النبي عليه الصلاه والسلام بينزف من صدره دما. سلمت عليه قبل كده يا احمد؟ يا فندم، وكنت قاعد معاه ويعتبر كنت قاعد في حجر النبي وكان بيطبطب عليا وقالوا له من هذا يا رسول الله؟ قال هذا حفيدي من نسلي. بس حضرتك انا مش دي المشكله. حضرتك طب تبعد. قال هذا حفيدي؟ طيب تبعد. طب ثانيه واحده هو هيكمل، بس كمل يا احمد. ايه المشكله؟ حضرتك يا فندم دلوقتي في شويه امور انا عرفتها، ان السعوديه ان الكعبه ستهدم عن طريق المبنى الشيطاني الذي بنى بجانب الكعبه، الساعه اللي هي ساعه مكه دي ستهدم على سمع كل حاجه؟ وان المسجد الاقصى سيهدم. انت عرفت الحاجات ديت ايه؟ على سبيل ايه؟ حلم يعني؟ لا انا عرفتها يا فندم، انا عرفتها من امور مختلفه، وعرفت ان السعوديه بتدور حولها مؤامرات كبيره جدا هي والمسجد الاقصى عشان يوقعوا المسجد النبوي، يسقطوا المسجد الاقصى ويسقطوا الكعبه ويسقطوا المسجد النبوي اللي هي الرموز الاسلاميه عشان الناس تبعد عن الدين الاسلامي. لما يقولوا ان الرموز الاسلاميه دي انهدمت خلاص يبقى مفيش دين اسلامي ومفيش ربنا ومفيش الكلام ده، واتجهوا لعباده ثانيه غير عباده الاسلام. طيب تابعنا يا احمد. تابعنا يا احمد ونشوف الشيخ هيقول ايه في التفسير ده. اخذ الرؤيات اللي هو شاف سيدنا النبي. من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان مهموم زال همه. واذا كان مكروب زال كربه. واذا كان ينتظر خير ياتيه الخير. لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله يقول قد جاءكم من الله نور اللي هو سيدنا النبي. وربنا قال على سيدنا النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى أنا هأدرك السعادة. طب هو أحمد بيقول إن شاب إنه سلم على سيدنا النبي مش كده؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، يبقى من مس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله النار عليه. وإذا يدرك الأمان برسول الله في الدنيا والآخرة ويدرك السعادة. إيه تاني بقى بيقولوا عن السعودية؟ إنه حلم إنه السعودية الكعبة هتتهد وإنه المسجد الأقصى هيتهد. نقول لأحمد عندما جاء أبرهة يهدم الكعبة، شوفي بقى عبد المطلب قال إيه؟ قال أما عن الإبل فأنا رب الإبل، وأما عن البيت فللبيت رب إيه؟ يحميه. ويجي هنا عشان نقول له إن ده بيت ربنا اللي هو متكفل بحمايته. ولما يبقى سيدنا النبي مسجد، إحنا مش بنقول كده، إحنا بنقول هنا إذا هدمت فهناك مخالفة للسنة، وإذا هدم المسجد الأقصى فهناك مخالفة للسنة. يبقى أنا في ناس بتخالف، لكن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لكن ربنا قال ومن دخله كان آمنا. ازاي ان انا ما اخش البيت مسجد ربنا واخش بيت الله الحرام او اخش المسجد النبوي؟ ربنا بيقول ومن دخله كان آمنا. ازاي ان انا اشوفه يتهدم؟ يبقى القائمين عليه لابد ان يعودوا، ولابد ان يتمسكوا بالكتاب والسنه، ولابد ان يعودوا للامن والامان. وهنا عايزين نعرف حاجه، اي واحد بيتولى منصب اذا كان رئيس او اذا كان ملك، ما تقوليش ده ان هو خده بمزاجه ولا خده بكفاءه منه ولا خده عشان هو شاطر. ربنا قال
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله أعلى وأعلم.